بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله سبحانه عز وجل على ما أعطى وقدر. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، والصلاة والسلام على خير إمام محمد بن عبد الله، هذا الطيب الصالح الرجل الإمام، هذا الرجل الذي أرسله الله سبحانه عز وجل وحلاه بالرسالة لإرشاد العباد إلى عبادة رب العباد، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر ويأمرهم بالمعروف، محمد بن عبد الله صلى عليه الله سبحانه عز وجل في علاه. أطلي غرة الدهر، أطلي ليلة القدر، أطلي درة الأيام مثل الكوكب الدري، أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر، سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر. أيها الأحباب، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وبعد. جئتكم في هذه الليلة بحديث جميل جدا، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. نعيده مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. إن هذه الفوائد العظيمة من قيام الليل لا يحسن بالمؤمن الصالح أن يتركها، لأن قيام الليل كما ورد في هذا الحديث دأب الصالحين، وبمثلهم يجب علينا أن نتشبه، بمثل هؤلاء الصالحين يجب علينا أن نتشبه. ومن بين آثارهم وما كانوا عليه وما قادهم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قيام الليل. لماذا؟ لأنه أيضا منهاة عن الآثام. قيام الليل حاجز ووقاء ووجاء بينك وبين الآثام، منهاة عن الآثام وتكفير للسيئات. من أراد أن يكفر عن سيئاته فعليه بقيام الليل، ومطردة للداء عن الجسد. من أراد السلامة والصحة فعليه بقيام الليل. هذه هي إرشادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كنوزه، وهذا إرثه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا على خطاه ثابتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.